حطها جميل. الله الله، الحلو يكمل، الحلو يكمل. الله الله، هدف أول، والفرسان عينهم على المركز الأول. صدارة وبس، هذا شعار محبي شباب الأهلي. يتقدم بهدف أول، لكن التمريرات حلوة. أيوه زناردي انظل الحال على ما هو عليه. بدر ناصر، جميلة التمريرات. عبد الله، عبد الله، لمسة من لمس الله، لمسة من لمسات عبد الله. تضع يوري في هذه الوضعية. أوه الكبير، كبير الكبير، كبير. هذا شعار شباب الأهلي يضرب في مناسبة ثانية. الله على تمريرة رهيبة من جانب النقبي، والله على استثمار من جانب يوري، يوري سيسار الذي يزيد من أفراح القمصان الخضراء ويفرح مدرجات شباب الأهلي في مناسبة. إيغور، 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 مهارة اللاعب البرازيلي. يضرب بالثلاثة، يضرب بالثلاثة، الطريق مفروش بالورود للقمصان الخضراء. يا سلام على كتيبة مرعبة، كتيبة مرعبة بمعنى الكلمة. حارب عبد الله الذي تابع تصويبة إيغور جيسوس ووصل إلى الشباك في مناسبة ثالثة. ثلاثة لا شيء، ثلاثة لا شيء، أنهى كل شيء، أنهى كل شيء بالهدف الثالث المسجل، وبالتالي أفراح كبيرة. أهلي إبعاد الكرة من جانب عزيزون جانيف. عزيزون هو من اصطاد الكرة الماضية. كارتابيا هو من يكمل المهمة. كارتابيا المرور بطريقة جميلة، التمريرة باستعراض. يا الله، حكاية من الحكايات الجميلة في دورينا. شباب الأهلي يطرب ويمتع ويعزف أجمل الألحان. كارتابيا وقصة المرور، ولدينا نهاية سعيدة من يحيى الغساني. أي لمسات، أي مرور، أي جهد، أي مهارة يقدمها كارتابيا. من هنا كانت البداية، من هنا انطلقت. عزيزون جانيف هو من بدأها، لكن عينك على كارتابيا، عينك على النجم الأرجنتيني. تحت يراهنون عليه دائما أن فريقهم قادر على الوصول أكثر وأكثر. حارب عبد الله، حارب ينطلق، حارب يحاول الخماسية. هنا شباب الأهلي، تعظيم سلام، يبصمون بالخمسة. تعظيم سلام وأحلى كلام للون الأخضر. هذه ليلة من الليالي السعيدة، ليلة من الليالي الرائعة التي فيها الكثير من المتعة، الكثير من الطرب، الكثير من السعادة. حارب يحارب بقوة في هذه المباراة، يسجل هدفه الشخص الثاني والخامس للكتيبة الخضراء بالخمسة، بالخمسة. لاحظة كبيرة، والخماسية التي استقرت في شباكه. حارب، حارب، حارب. يا لم يكتفي بالخماسية، لكن لدينا المزيد. هذا لسان حال شباب الأهلي بالستة، يضرب بأهداف ستة تتوالى الضربات، تتوالى الأهداف، وبالتالي يصل إلى ستة أهداف كاملة عن طريق اللاعب رقم